المنتخب بيبدأ انطلاقة مشواره في بطولة كأس العالم بيصادف ده حالة من التألق الكبيرة الحقيقة اللي بيعيشها أغلب محترفينا في الخارج. تعالوا نشوف في آخر أسبوع مشاركة محترفين مصر أو اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، مشاركتهم مع أنديتهم وأرقامهم وإسهاماتهم اللي حققوها. نبدأ مع صلاح والجي بي اس. الحقيقة هنبتدي في من ليفربول مع صلاح المتألق هذا الموسم واللي بيواصل صراعه على لقب الهداف مع إيرلينج هالاند. صلاح شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي فاز فيها ليفربول على برينتفورد بنتيجة 3-0. مدة المشاركة كانت 90 دقيقة وأحرز هدفين من الثلاث أهداف اللي أحرزهم فريقه. كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، التمريرات 53 تمريرة بنسبة دقة 72%، تمريرات مفتاحية مرة واحدة، إهدار فرص مؤكدة مرة واحدة، وليفربول في المركز الثاني حاليا برصيد 27 نقطة، والمباراة اللي جاية ديربي واحدة من أقوى المواجهات في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي في مواجهة الليفر. الهدفين اللي أحرزهم صلاح في مواجهة برينتفورد رفعوا رصيده ل 10 أهداف، تخطى بيهم سون مهاجم توتنهام اللي عنده في رصيده 8 أهداف، ويبقى لي او يتبقى لي 3 اهداف بس للوصول لقمه الترتيب مع إيرلينج هالاند اللي بيتصدر قائمه هدافي البريمير ليج. هنفضل في انجلترا ولكن المره دي مع المحترف المصري سام مورسي اللي بيلعب لفريق ابسوتش تاون في الشامبيونشيب الانجليزي. سام الحقيقه شارك في مباراه فريقه الاخيره وفازوا فيها على سوانزي بنتيجة 3-2، كانت مدة مشاركته 90 دقيقة، تمريراته 47 تمريرة بنسبة دقة 81%، وتمريرات مفتاحية 2، تمريرات طولية 8 نجح في 4 منهم، وصناعة فرص مؤكدة 2، وإفساد هجمات المنافس مرة واحدة، وتقييمه في المباراة دي كان 7.1 درجة. إبسويتش تاون حاليا في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام ويست بروميتش في الدوري. من انجلترا نروح لالمانيا، اينتراخت فرانكفورت، محترف المصري عمر مرموش اللي بيقدم الحقيقه موسم رائع في اول موسم ليه مع اينتراخت فرانكفورت. عمر مرموش شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي انتهت بالتعادل مع فيردر بريمن في البوندسليغا بنتيجه 2-2، مده مشاركته في المباراه كانت 89 دقيقه، وقدر يصنع هدف من الهدفين اللي سجلهم فريقه. كان ليه 4 مراوغات نجح في 2 منهم، تمريرات 17 بنسبه دقه 82%، تمريرات مفتاحية 4، صناعة فرص مؤكدة 1، التقييم 7.4 درجة. وإينتراخت فرانكفورت بيحتل حاليا المركز السابع في الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، والمباراة القادمة ليهم هتكون أمام شتوتغارت في البوندسليغا. عمر بيقدم موسم رائع الحقيقة مع إينتراخت فرانكفورت، وتم اختياره مرتين أعتقد في التشكيلة المثالية للدوري الألماني. نتمنى الحقيقة أنه ده ينعكس على مردوده مع المنتخب المصري. من ألمانيا فرنسا تحديدا مع اف سي نانت الفرنسي، نجم المنتخب المصري مصطفى محمد اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة وللأسف انتهت بخسارة نانت أمام ميتس بنتيجة 3-1 في دوري الفرنسي. مدة مشاركة مصطفى كانت 54 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، تمريرات 13 تمريرة بنسبة دقة 92%، تمريرات مفتاحية مرة واحدة، تمريرات طولية 3 بنسبة نجاح 100%، تقييمه في المباراة دي 6.7 درجة، ونونت حاليا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، والمباراة اللي جاية في ليج 1 هتكون أمام لوهافر في الدوري الفرنسي. مصطفى الحقيقة بيأكد على إنه الموسم ده هو أفضل موسم ليه مع نونت الفرنسي، وغالبا الحقيقة كل التقارير والأخبار اللي بتيجي بتقول إنه الموسم اللي جاي لو استمر تألق مصطفى محمد هيكون وجهته الدوري الانجليزي، لانه في اكثر من نادي حاطط اسم مصطفى محمد
على رادار الانتقالات. نسيب الدوري الفرنسي ونروح للدوري التركي، وتحديدا مع نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه اللي بيلعب طبعا في صفوف ترابزون سبور. محمود تريزيجيه شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بفوز فريقه على كونيا سبور بنتيجه 2-1 في الدوري التركي. مده مشاركته كانت 21 دقيقه، لمس الكره خلالهم اربع مرات، كان لي فيهم وخلال المشاركه دي تمريره مفتاحيه وحيده، خسر الكره مرتين، وتقييمه في المباراه 6.5 درجه. وترابزون حاليا في المركز الرابع في الدوري التركي برصيد 22 نقطه، والمباراه اللي جايه ليهم هتكون امام سيفاس سبور في الدوري التركي. على العموم الحقيقه تريزيجيه واحد من اللعيبه اللي مهما غابوا او ما شاركوش بشكل كبير مع فرقهم في البطولات اللي بيلعبوا فيها بيرجع مع المنتخب المصري الحقيقه بيقدم اقصى ما عنده، واحد من الاوراق اللي تراهن عليها وانت مطمن مع منتخب مصر. نروح للتشيك وتحديدا محمد ياسر المهاجم المصري اللي بيلعب في الدوري التشيكي. محمد شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالفوز على فريق دينامو 1-0، مدة مشاركته كانت 31 دقيقة، كان ليه خلال المدة دي أو ال 31 دقيقة محاولة وحيدة على المرمى، مراوغات 3 نجح في 2 منهم، وتمريرات 9 بنسبة دقة 67%، تمريرات مفتاحية 2 وإفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 7.2 درجة. وتبلسي الفريق اللي بيلعب ليه محمد ياسر حاليا في المركز التاسع في الدوري التشيكي برصيد 19 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام بوهيميانز براغ في الدوري التشيكي. هنسيب أوروبا ونروح للخليج وتحديدا الدوري السعودي، ولاعب الدوري أو لاعب نادي الخليج في الدوري السعودي محمد شريف المهاجم طبعا اللي اختاره لويس فيتوريا في المعسكر الحالي. شريف شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي فاز فيها الخليج على الطائي بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي، مدة مشاركته كانت 83 دقيقة، كان ليه هدف وحيد من الثلاث أهداف اللي أحرزهم فريقه، ومحاولاته على المرمى كانت 3 محاولات، أهدر فرص مؤكدة مرتين، تمريرات مفتاحية 2، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة. والخليج حاليا في المركز ال 12 في الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، والمباراة اللي جاية للفريق وهتكون أمام فريق الوحدة. حمدي فتحي اللي بيلعب في قطر وتحديدا لنادي الوكرة القطري. حمدي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بالفوز على نادي قطر 1-0، مدة مشاركته كانت 90 دقيقة، الأهداف 1، هو ما زال حقيقة محافظ على مستواه الحقيقة الهجومي في صناعة الأهداف، أحرز هدف فريقه الوحيد وكان ليه محاولتين على المرمى، تمريراته 34 بنسبة دقة 79%، التحامات أرضية 8 نجح في 4 منهم، إفساد هجمات المنافس مرة وحيدة واستخلاص كرات 2، وتقييمه في المباراة 7.4 درجة. والوكرة حاليا في المركز الثالث في الدوري القطري برصيد 17 نقطة، والمباراة اللي جاية لفريقه هتكون أمام الأهلي. دي كانت فقرة جي بي اس، ودي كانت أخبار وجولة في أخبار محترفينا في الأسبوع الأخير من المشاركة في دورياتهم المختلفة. خدكم شوية للكرة الإيطالية، دايما بشوف أنه قصة منتخب إيطاليا أو حالة منتخب إيطاليا في السنوات الأخيرة ما تختلفش كتير عن حالة المنتخب المصري. منتخب كبير، واحد من كبار الكرة مش بس في أوروبا لكن في العالم كله، أجيال وراء أجيال وراء نجوم وراء أندية وراء منتخبات دايما اعتادت على تحقيق الألقاب، وتبقى الكرة الإيطالية دايما تحت الأضواء، لكنها عانت بشكل عنيف في الفترة الأخيرة زي المعاناة أو يعني شبه المعاناة اللي عاناها المنتخب المصري، وكان الرهان الإيطالي على سباليتي خلفا لمانشيني. معنا واحد من نجوم الكرة الإيطالية باولو ناجرو، نجم لاتسيو الإيطالي ونجم روما أيضا السابق ونجم